ناري هذه بزاف. السلام عليكم. مؤخرا كيف ما لاحظتوا في القناه كنت جبت لكم الايفون 11 برو اللي درنا عليه جوج فيديوهات واللي لقى تفاعل كبير من ناحيه ديال لي فيو ولي جيم لي كومونتير. لاحظت بانه فلاشين كاينين الناس يزيد عليهم ابل. داكشي علاش قلت من الضروري واخا انفستيسمون اللي كبير جبت لكم اليوم الجديد اللي خارج دابا في السوق اللي يلاه خرجاتو ابل اللي هما لي زيربودز برو ديالهم نيت. دونك هذه لا فيرسيون الاخرى اللي خرجت حاليا في السوق وخديتها الصراحه بثمن اللي خيالي. دابا ندوي لكم عليه من بعد اللي تقدر كاع تاخذ فيه تليفون اللي لي كاباسيتي ديالو طالعين. مي جبتو على ود لاشين اجي نسولك باش نبارطاجي معكم الجديد حيت لاحظت بانه بزاف ديال الناس من الوقيته اللي درنا فيها الايفون بزاف قلتو يجيب السمارت واتش ديالهم اللي خرجت لا سيري 5 جيب هادو. بزاف ديال الحوايج اللي بغيتوهم ديال لا مارك ابل. داكشي علاش غادي نبقى نحاول نجيب لكم ديما المنتوجات ديالهم وبغيت التفاعل يكون كبير. بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ديروا جيم وروني السيبور ديالكم. غادي نتيستيهم في هاد لا فيديو غادي نشوفوا واش يتسحق يتخاد ولا لا وغادي نشوفوا شنو تزاد فيهم واش حسن من لي زيربودز دو القدام واش كاين شي فرق واش يتسحق يتخاد ولا لا وشنو الراي ديالي عليهم. غير الباكاجين كيف العاده مصروع بشكل اللي كبير. شوفوا غير الحله فين دايرينها غادي نحاول نقرب لكم هذا الشيء عن قرب بس تشوفوا لي ديتاي ديال البواطه ديال لي زيربودز برو. هادشي اللي كيجي في البواطه ديال لي زيربودز برو. شفتوا لاحظتوا لي ديتاي باش مصوبين الباكاجين. كتهز هذيك البلاصه ديال لي زيكوتور كتلقى فيها لتحت البلاصه ديال لي زومبو اللي كيديروا في الودنين هذوك الكاوتشوات اللي كيقدروا يتبدلوا. صراحه داكشي مخدوم مزيان غير هو حاجه وحده كابل لايتنينغ ما كرهناش كون كان كابل تيب سي في لا سورتي وفي لونطري حيت فيه كابل لايتنينغ وكيخرج للتيب سي. كون كان تيب سي ما يسهل علينا بزاف ديال الحوايج ما بقاش نستعملوا بزاف ديال لي كاب ما بين لي تيليفون ولي غادجيت اللي عندنا. دونك هذه النقطه اللي خاصكم تخليوها في بالكم. حاجه اخرى اللي لاحظت البواطه من شفت اللونسمون ديالهم قلت بان البواطه غتكون كبيره بزاف. مي الا جينا نقارنوهم على لي زيربودز العاديين دو ولا الان لا طاي ديالهم ما كاينش فرق اللي كبير غير هذه مستطيله وهذه مربعه فايتها شويه. مي الا جيتو ديروها مثلا في الجيب ديالكم وتستعملوها يوميا ما غاديش ديرونجيكم. ونقطه اخرى هي ان البواتي هذا ديال لي زيربودز برو وايرلس يعني كتقدروا تشارجيوهم ولا تشارجيو هذا البواتي بلا سلك بلا حتى شي حاجه. يعني غير الا كان عندكم التليفون ديالكم فيه الوايرلس شير يعني كيقدر يشارجي تليفونات اخرين كتقدروا غير تحطوه في اللور ديال الهاتف غيبدا يتشارجا. سينو عندكم البلاصه ديال الوايرلس باش تقدروا تشارجيو الهواتف ديالكم بلا سلك غادي يخدموا حتى في هذه. والاوتونومي الا جينا ندوي عليها 24 ساعه اللي يقدر هذا البواتي ولا هاد البواطه الصغيره تقدر تشارجي لكم لي زيكوتور. معلم ان كل ايكوتور كيقدر يبقى ما بين 4 سوايع حتى 4 سوايع ونص ديال الاستعمال. والطوب هي انه الا كنتو زربانين وسالات هاد 4 سوايع ونص كتقدروا تردوهم للبواتي 5 دقائق كتقدر تشارجي لكم ساعه ديال الاستعمال. هذه حاجه حتى هي اللي واعره. كيف ما كتعرفوا على الايربودز والمنتوجات ديال ابل الا استعملتوهم مع دي تليفون مع دي زايفون غادي تكونيكتاو بشكل اللي سريع. غادي نوريكم من بعد كيفاش لا كونيكسيون كتم. مي صراحه اللي عنده اندرويد غيمشيو بزاف ديال الحوايج ما بينهم هاد لا كونيكسيون. دونك كاينه واحد البوطون اللور الا لاحظتوا هادي غير الناس اللي عندهم اندرويد يعني الا بقيتو بالكين عليها كتلونسي لكم البلوتوث ولا لابيراج باش كتقدر يطلعوا هاد لي زيكوتور ويتكونيكتاو مع التليفون ديال اندرويد. دونك هادشي علاش كتصلح هاد البوطون اللورانيه. الا كان ايفون كتستعملو ما كاين لا بوطون لا والو غير كتحلو هاد البلاصه الفوقانيه كيتكونيكتاو نيشان مع التليفون. وتزادوا جوج حوايج اللي غنتيستيهم في هاد لا فيديو. هاد جوج حوايج هما اللي غيعطيوكم الفرق ما بينهم وما بين لي زيربودز القدام. يعني الا هاد الحوايج
عجبوكم وانتريساوكم هادو هما اللي يخليكم تشريو هادو. الا بانوا لكم ما فيهمش افاده من الاحسن تاخذوا القدام حيت كتبقى تقريبا قالوا نفس لا كاليتي. غنجربوا لا كاليتي ديال الصوت حتى هي والثمن ديال هاد القدام غادي ينقص. يعني فكره اللي زوينه اللي تقدروا مثلا دوزوا لهاد ليزير بوست القدام. اما هادو الثمن ديالهم مازال طالع حاليا واللي غنبيعوا عليه حتى في الاخر ديال الفيديو. النقطه اللي غندوي لكم دابا عليها هي انه واو صراحه غير من الحله الحله ديال البواتي فيها واحد المغناطيس اللي حلو في الاستعمال كيجرب شويه وكيرجع. واللي كنت باغي نقول لكم هو انه البوشونات اللي كاينين في لي زيكوتور واخا انا صراحه ما دازش عليا البوشونات حيت كي المهم جاوني لي زير بوست اخرين احسن اون طون كتسمع الموسيقى اون طون كتسمع شنو داير بك. مي هادو عاوتاني حاجه اخرى اللي غنديو على الخصائص اللي كاين الميزات اللي كيعطيكم حيت كاينين هاد لانترا اوكولير. المهم اللي كنت قلت لكم هو انه هادو كاينه ابليكاسيون انتغري في السوفتوير ديال الايفون اللي في البدايه كتقول لكم اينا وحدين ولا اينا طاي غادي تجي مع الودن ديالكم باش تعطيكم اكسبيريونس اللي احسن. دونك هادي لك تاخذوهم استعملوها في الاول باش تعرفوا واش تخصكم تستعملوا الميديوم ولا الصغار ولا الكبار. ودابا غنجبدهم اول مره قدامكم راه مازال ما تستهم ما والو باش تشوفوا داكشي الاكسبيريونس قدامكم. واو صغيره بزاف عاد مقارنه مع القدام صغار صراحه. هذا البلاصه اللي فيهم شويه كبيره مي لاتيج ديالهم هاد اللي كانت طويله دابا صغيره بزاف. دونك انا غادي نلبسهم باش نوريكم الفرق اللي كاين. شوفوا هذه القديمه وهذه شوفوا قداش واو شخصيتها. هما يلونسيو هاك المود ديال ريدكسيون دو بروي مابقيتش كنسمع مزيان شنو داير بيا. هادي ما اكتيفيتها مازال ما وجدتها ما حتى شي حاجه. غنرجعو لهاد النقطة شوفو قداش شوفو هادي قداش واو. لا دابا وليت في عالم اخر. كاينين لي ديت انا شنو فهمت كاينين لي ديتيكتور كنسمعش راسي مزيان المهم كاينين لي ديتيكتور غير كرتيتهم في الودن نقصو في الصوت. وهادي هي الميزة اللي كاينة في هادي وما كاينينش في هادو اللي قلت لكم جوج ميزات واش غادي يعجبوكم ولا لا. هو لا ريدكسيون دو بروي يعني هذا كينقص لا ريدكسيون دو بروي الصداع اللي داير بكم كيأكتيفي. كاين جوج ديال الميكرو كاين واحد على برا وواحد في الداخل اللي كيبقى اناليزي شنو داير بكم وكينقص الصوت اللي على برا. يعني بحال دايرين كاسك اللي كبير. هادشي كان في بزاف ديال لي زيكوتور اللي قبل مي صراحه الاكسبيريونس هادي واعره. دابا انستالا كلشي بخير غير كتحلوه بحال هكا كيتكونيكتا نيشان مع التليفون. هادي تقدر تخلي بزاف ديال الناس ياخذوهم غير على ود هاد لوبسيون. معلم انها كاينه كيف ما قلت لكم في لي زير بود السابقين مي انا اول مره غنجربها من ناحيه ديال لوريجينال. كتشعلو كيقول لكم شحال البورسانتاج اللي مازال دونك 99% انا دابا اللي عندي في لي زيكوتور و 67 في البواتي. كتساليو كتسدو بحال هكا ما كاين لا كونيكتي بلوتوث لا حتى شي حاجه. وهادشي كاين غير في الايفون. يعني الا عندكم ايفون من الاحسن تاخذوا هادو ديال ابل. ما عندكمش عندكم الاندرويد كاين بزاف ديال لي شوا اللي تقدروا تختار. فهاد الجناب كاملين بلاصات اللي تاكتيل يعني منين كتبقاو مثلا شادين هاد البلاصه وموركين عليها بصبعكم كدوزكم المود ديال ريدكسيون دو بروي. الا عاود بقيتو باركين كدوزكم المود ديال ترانسبارونس ولا ترانسبارونسي. هادي يعني كتخليكم تسمعوا شنو داير فيكم. جربناها في بزاف ديال الزيكوتور بحال هادو الايربادز ديال سامسونج ما عرفتش واش دوزهم ولا لا مي فيهم هاد لوبسيون ديال انه كيخدموا لي ميكرو اللي على برا وكيقدروا تسمع شنو داير بك بلا ما تحيد لي زيكوتور. واو ها شنو هادشي ناري هادي بزاف واو نايس. نفس الحاجه اللي جربنا في لي زيكوتور الاخرين انه لي ميكرو خدامين وكتسمع شنو داير بك بلا ما تحيد لا لي زيكوتور لا والو. يعني كنتي كدوي مع شي واحد بغيتي تاكتيفي هاد القضيه كتقدر تاكتيفيها من لابليك من نيشان من التليفون من لي ريغلاج ديجا داكشي كاين في السيستم هاد الميزاجور اللي درنا ولا كتبقى بارك عليها كيف ما قلت لكم هاد البوطونات اللي تاكتيل اللي كاينين في لي زيكوتور بجوج. دابا كتقدر تسمع كلشي مي كندير بحال هكا كنسمعها انا نحيدها ندير نو دابا ما بقيتش كنسمع والو كنسمع داكشي مغموق ندير سوبريسيون دو بروي واو لا 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 دابا مين درس مين شفت الفرق ما بيناتهم كاين ريدكسيون دو بروي كبيره بزاف ولكن كيف ما قلت لكم ماشي بحال لي كاسك. يعني مازال كنسمع الصوت ديالي بشكل اللي عادي ولكن شنو داير بيا ما كنسمعوش.
كنسمعها شويه مي كاين فرق. انا نحيدها هاي دابا كتسمع ودابا دابا كتسمع بزاف دابا مود ترانسبارونس كتزيد تخدم صراحه. اوبسيون لي زوينه وهادو كيف ما قلت لكم هما جوج ديال لي زوبسيون اللي غيعجبوكم في لي زيربود وغيخليكم تاخذوا هاد الجداد. ما كانوش عاجبينكم هادو يعني ما بغيتوش سوبريسيون دو وي يعني ما تبقاوش تسمعوا شنو داير بكم كنتو مثلا كتسافروا ولا كتسوقوا الطوموبيل بغيتو داجيتي تحيد. هذه مفيده ما كنتوش محتاجينها لا هي لا تسمعوا شنو داير بكم. الاحسن كيف ما قلت لكم تاخذوا غير القدام. مي اصبح حاجه واحده اللي خصنا نتيستيو وهي الصوت. دابا غنتيستيو ونشوفوا هادشي كيفاش داير. انا دابا جربتهم غنعطيكم الخلاصه اللي استنتجت. بعدا كاينين بزاف ديال الناس كيقولوا كاين ما احسن في لا كاليتي ديال لاباس يعني كنظن سوني دبليو اف ولا اف دبليو شي حاجه بحال هكا عارفهم وشفت دي ريفيو ديالهم وقالوا بانهم احسن في الصوت يعني في لاباس داكشي مجهده. مي صراحه هادو راه ماشي خايبين هادو كاليتي طالع كاين على باس كاين الصوت كلير يعني بحال كتسمع بنادم كيغني حداك دونك الصوت كاين كلشي كاين مقبولين 100% يعني مقارنه مع اوطون كو ابل ايربودز راه واعرين. بقات في حاجه وحده واش يتسالوا الثمن ديالهم حيت كيف ما قلت لكم هذا الصوت ما جانيش بعيد على لي زيربودز الاخرين اللي ماشي البرو العاديين ديال ابل جربتهم دونك ما بعيدش عليهم هذا الصوت بزاف يعني باش لي زايد كيف ما قلت لكم هما دوك جوج خاصيات. دونك هادشي قلت نبارطاجي معكم ان الصوت بريميوم ولكن كاين ما احسن ولكن هذاك اللي احسن يعني مثلا سوني كيف ما قلنا ولا دي ماكرين غالبا نفس لا كاليتي. مي الا كان الصوت ما احسن صعيب 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 فاش تلقى نفس هاد يعني هاد لا سوركوش وهادشي كامل انه يعني مثلا تحل لي زيكوتور تكونيكطاو نيشان مع التليفون بلا ما تعذب براسك ما والو. هادي خاصيه وحاجه اللي غتخلي الناس ياخذوا ولكن كيف ما قلت لكم اللي عندهم ابل هاد لوبسيون وبزاف ديال لي زوبسيون اخرين ما تقدروش تستعملوهم الا كان عندكم هاتف اندرويد ولكن كيبقى الصوت داكشي خدام عادي بلوتوث اللي نورمال. هاد لي زوبسيون اللي كيسهلوا الحياه ولا الكوتيديان ديالكم ما غاديش تلقاوهم مع تليفونات اخرين غير الايفون. والثمن ديالنا هادو اللي دابا واللي طالع بزاف حاليا خديتهم من المغرب ب 3300 درهم. تخيلوا الثمن اللي تشري به تليفون فلاكشيب كيلر واللي فيه خاصيات طالعين الثمن ديال هاد لي زيكوتور راه شي حاجه اللي بزاف. داكشي علاش قلت لكم الا عندكم الايفون وخاصكم لابد هادوك جوج خاصيات يعني ديال ريدكسيون دو بري وترانسبارونسي غادي يعجبكم هادو. مي انا شخصيا كون ما كانتش على ود لاسين ما كنتش غادي ناخذهم. كنت غنقدر ناخذ لي زيربوس القدام العاديين كيديروا 1700 درهم وتا هما الكاليتي ديالهم طالعه ومازالين كيتباعوا حتى في الستور اوفيسيال ديال ابل. دونك حاليا الثمن ديالهم غادي وكينقص دونك هذه همزه اللي تكون تقدر تعجبكم. مي هادو الثمن ديالهم مازال طالع بالاخص في المغرب دونك ما ننصحكمش تاخذهم دابا الثمن اللي طالع. هذه الحاجه السلبيه الوحيده. مي صراحه دي زيكوتر لي خطيرين. دونك نتمنى هاد الانبوكسينغ والريفيو يكون فادكم انه انفستينا في دي برودوي ديال ابل هاد العام باش نجيب لكم الجديد اللي كاين ونبارطاجي معكم في لاشين اجي نسولك وراهم لي شي سوبور اللي يكون خطير. بارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش يعرفوا الجديد اللي كاين في المغرب اللي عندهم هادو القدام ولا كيفكروا ياخذوا دي زيكوتور وراهم هاد لا فيديو باش حتى هما يعرفوا لو شوا اللي خاصهم يديروا. وهادشي اللي كاين كنتمنى نهاركم يكون داز بخير وعلى خير. السلام عليكم.